ثانية 22 جزءا من 100. اسماء مشاركة هناك، اكين اسرا من تركيا، اكين اسرا كالير 10 دقائق 34 ثانية. هناك لينا كراسيون من رومانيا، هناك جزائرية هاجر سوخال، لوكي بازيلو من البيرو، هناك امي الويس نيل من بريطانيا، سبنسر من استراليا، هناك انسا وينشي من اثيوبيا صاحبة انجاز 9 دقائق و 59 ثانية و 46 جزءا من 100. هناك كذلك اريزا فاينيو من فنلندا 10 دقائق 15 ثانية و 20 جزءا من 100. هناك كارولينا لوزانو من الارجنتين 10 دقائق 38 ثانية 92 جزءا من 100. هناك رونيا اورير من المانيا 10 دقائق 19 ثانية 46 جزءا من 100. هناك باربلين ريموند من سويسرا 10 دقائق 44 ثانية و 18 جزءا من 100. إذا نشاهد هنا بداية المسابقة 3000 متر موانع سيدات. نعم، هي الدور الأول، الدور الأول. نشاهد هنا المركز الأول الكندية ريغان لي تقدم في المركز الأول. أو آخر خمس لفات 1000 متر وتعادلت المسافة في 3 دقائق 22 ثانية 45 جزءا من 100. هنا التقدم ناقوس يشير إلى خمس لفات، خمس لفات. نعم سادة الكرام، خمس لفات على نهاية السباق. شاهد في ثنائي الافريقي في الاثيوبية ولعب البرودية في العدال البرودية. نشاهد المواصفات العالمية، إمكانها أن تكون عداء عالمية كبيرة في قادم السنوات وفي قادم الأشهر، دون شك ستكون عداء كبيرة. إذن الإثيوبية تتقدم مرة أخرى في السباق. هنا بركة المائية، التقدم الأمام 4 دقائق أولى في هذا السباق وتقريبا 23 ثانية. دائما الأفارقة يسيطرون، هم الأفضلون، هم الأفضل، قلت هم الأفضل في مسافات متوسطة والكبيرة، هم الناجحون. تفوق على نظرائهم الأوروبيين والأمريكيين في المسافات المتوسطة والطويلة. نعم، أمريكا منذ القدم، منذ بداية الألعاب الأولمبية وهي تسيطر على البطولات العالمية. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية في مسافة 100 متر ومسافة 200 متر و400 متر من المنتخبات القوية وإثيوبيا، لكن في مسافة 1500 متر المغاربة تفوقوا، كذلك المغاربيون تفوقوا. سعيد عويطة جاء بعده في مسافة 1500 متر، الجزائري نور الدين مرسلي، ثم هشام القروج. نعم، في مسافة 3000 متر دائما التفوق كان إثيوبيا أو كينيا. هنا آخر لفة في السباق سادة الكرام، صاحبة صدرية رقم 300 و 6 في المركز الأول جابت. نعم، هناك آلي إثيوبية واصل المشوار، وين شئت أنسا تفوق الآن على الكينية تيسي جيب كيمي. هنا الصراع الكبير بين بوروندي وإثيوبيا، البوروندية لا تريد أن تستسلم، البوروندية تطمح في المركز الأول. نعم، الأوائل يتأهلون، نعم الأوائل يتأهلون. إذا نشاهد هنا
في المركز الأول الإثيوبية، المركز الثاني البولندية، المركز الثالث للكينية. أظن أن الكينية قد تتفوق على البولندية هنا. نشاهد دخول المتسابقات إلى الخط النهائي للوصول، خط الوصول دورير ألمانية. أظن أنها قد تتأهل إلى الدور القادم من هذه المسابقة، ذلك دخول حتى حيدر وهي السخال هاجر من الجزائر. أصغر العداءات هناك أليسا فاينيو من فنلندا، وليد عام 97، وليد عام 96 هناك ريموند باربلين. سنشاهد التوقيت هو 9:56 و8 أجزاء من المئة. وين شت أنصر؟